السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل مجالس تفسير أو وقفات مع سورة العنكبوت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا هذه السورة وأن يتم لنا كل القرآن على خير، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخصته، وأن يرزقنا حفظ القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن والمجاهدة به. كنا توقفنا عند آية 46. ماشي. ايوه خدنا 45. طيب، قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. طيب، هنا دايما بأكد في بداية المجلس استحضار الجو العام للصورة، زي ما ذكرت المرة اللي فاتت إن مذاكرة أو مدرسة كل آية لوحدها بيفيد معاني، ومدرسة نفس الآية في وسط السياق بيديها معاني أخرى. فاستحضار جو الصورة والابتلاءات اللي بيمر بها الصحابة في آخر العهد المكي، والبحث عن نقطة انفراجة ونزول القرآن للتثبيت الصحابة في هذا الجو، استحضار الجو العام ده مهم للسورة. آخر حاجة اتكلمنا عنها إن إزاي السورة تجعل المؤمن يرى جهود أهل الباطل كأنهم خيوط العنكبوت أو كأنها خيوط العنكبوت. كل هذه الجهود كيف يراها على أنها مجرد خيوط عنكبوت؟ الله سبحانه وتعالى قادر على أن يذهبها بكلمة منه سبحانه وتعالى، وكل شيء عليه هين سبحانه وتعالى. طيب، وقلنا ازاي القرآن اشار الى كيفية الوصول الى هذه المرحلة عن طريق التدبر في الآيات الكونية، خلق الله السماوات والأرض بالحق، والتدبر في آيات القرآن اتلو ما وحي اليك من الكتاب. بعد كده قلنا السورة بتبدأ تغير يعني نسبيا بصورة بسيطة الاسلوب بتاعها، لان الان اصبح ان في زي بتعبير ابن عاشور توطئة لانتقال المسلمين إلى المدينة. وده من إعجاز القرآن، إن من قبل أن يهاجروا إلى المدينة واللقاء مع أهل الكتاب والاحتكاك بأهل الكتاب تنزل آيات تخبر المؤمنين كيف يتعاملون مع أهل الكتاب. ده من إعجاز القرآن، زي قول الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فبالتالي المؤمن لما بيسمع الكلمة دي ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أول شيء بيزداد يقينا في القرآن، ثانيا ما يحصلوش الصدمة. يعني أنت لما تسمع الشبهة الأول مرة يحصل لك صدمة، وده قيمة طلب العلم. إن الإنسان لما بيستمر في طلب العلم، يعني مثلا إنسان مستمر في علم الحديث وبيقرأ بيبني نفسه، فبيقرأ البخاري والشروح وبيقرأ مسلم، فلما حد يجيب له شبهة حديث في البخاري أو طعن معين من الطعون اللي الآن تلقى على البخاري، هو أصلا قارئ ده ومستحضر وعارف الشبهة وعارف الرد عليها، فما يحصلوش نوع من الصدمة، لأن جزء كبير من الشبهة أو جزء كبير من أثر الشبهة بيكون نتيجة الصدمة، لأنك أول مرة تسمع الأثر ده أو أول مرة تسمع تفسير الآية أو أول مرة تسمع القول ده، فيحصل لك صدمة فتستغرب، معقول؟ طب ده صح وده غلط، وتدخل في البلبلة دي. لكن لو أنت مسبق وعارف، بمجرد ما تسمع الشبهة بتقابلها بنوع من الطمأنينة والسكينة وبترد عليها بكل هدوء. فزي القرآن يعني نوع من الاستباق الأحداث، إزاي هيحصل إن في هجرة هتحدث وإن في احتكاك هيحدث وإن أسلوب الدعوة هيبدأ يختلف قليلا مع أهل الكتاب غير النقاش مع المشركين. لذلك بعض الشراح كان أشار إلى حديث البخاري، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إلى اليمن مين؟ أرسل اليمن مين من الصحابة؟ معاذ بن جبل. معاذ بن جبل لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه كذا. ثم الحديث النص الأول عنك تأتي قوما أهل كتاب، دول محتاجين دعوة مختلفة، ومن أهل كتاب عندهم علم سابق وحصل له نوع من التحريف والتبديل، فأرسل إليهم من يأتي يوم القيامة يسبق العلماء رمية بحجر. يعني بما أن هم أهل علم أرسل إليهم اللي يستطيع أن هو يجاريهم ويرد عليهم. فكيفية مواجهة كل طائفة وكل شبهة لها طريقة في مواجهتها. وهنا في إشارات في هذه الآيات معنا إن شاء الله، يعني الصفحة دي هنجد فيها الأسلوب بدأ يختلف شوية، هنجد فيها أن من الألفاظ اللي تكررت في صفحة واحدة تقريبا 3 مرات تقريبا لفظ
يعني مش هنذكر مرتين ولا ثلاث مرات لفظ الجحود، والجحود يأتي بعد معرفة، يجحد الشيء بعد ما عرفه، كما قال بعض أهل اللغة إن بعد ما الإنسان يعرف شيء يجحده. فأهل الكتاب بعدما تبين لهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم جحدوا، بعدما تبين لهم إعجاز القرآن إعجاز القرآن أعرضوا عنه. فدي سمات كده للصفحة بتاعت النهاردة. ولا تجادلوا، خطاب لأهل الإيمان إن هم لما ينتقلوا للمدينة في تعامل مختلف الآن مع أهل الكتاب. ولا تجادلوا أهل الكتاب، يبقى الخطاب ده موجه لمين؟ للصحابة اللي هينتقلوا للمدينة، فدي بشرة. أهل الكتاب لفظ بيشمل اليهود والنصارى، وفي هذه الأحداث تحديدا لو الآية توطئة للذهاب للمدينة يبقى الأغلب اليهود، وكان اليهود هما اللي بيكثروا إلقاء الشبهات. كان أظن قرأت أكتر من مبحث تجميعة الشبهات اللي اليهود كانوا بيسألوا بيجمعوا اليهود يجمعوا مجموعة من الشبهات والأسئلة ويبعثوا بيها إما بعض المنافقين أو بعض المشركين لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا متخصصين في إلقاء الشبهات. عكس النصارى جم في وفد نجران فكان متأخر، وده اللي رد عليهم في سورة كان رد عليهم في سورة آل عمران. ولا تجادلوا أهل الكتاب، هل ده نهي مطلق؟ لا، إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم. يعني إيه الآية دي؟ ركزوا معايا لأن في أقوال كتير في الآية دي، هحاول ألخصها بإذن الله سبحانه وتعالى. مين اللي ينفع نجادلهم؟ وإيه هي التي هي أحسن؟ ومين الذين ظلموا اللي احنا ما نجادلهمش؟ يبقى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يبقى لو وقفنا هنا مفهوم إن في ناس ينفع نجادلهم لكن بطريقة اللي القرآن سماها إيه؟ التي هي أحسن. مين هم الناس اللي ينفع نجادلهم؟ وإيه هي الطريقة التي هي أحسن؟ ومين الناس اللي ربنا استثناهم وقال إلا الذين ظلموا منهم؟ وقولوا آمنا بالذي أنزل، القول ده هنقوله لمين؟ للأولانيين ولا للتانيين؟ يعني الفريق الأول اللي احنا هنجادله ولا للفريق التاني اللي هو الذين ظلموا؟ دي أربع أسئلة تنوعت إجابات المفسرين على هذه الأسئلة. طيب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. دايما برضو عايزك وانت بتقرأ في التفسير لما مفسر بيختار قول، هو المفسر عايز يطرد القول ده للآخر الآية، بيمشي مع القول ده. فبرضو انت لما تيجي تختار قول، خاصة لو انت يعني لسه ما الواحد ما عندوش خبرة شوية في التفسير، فهيختار يقلد حد مثلا الطبري أو ابن كثير فيختار القول على بعضه، فانت محتاج تعرف الطبري مثلا أو ابن كثير قال ايه في الفريق الأول، واختار مين الفريق الثاني، واختار ايه في تكملة الآية. طيب، في قول وده قول مجاهد اللي ورد عن السلف عن التابعين المجاهد، واختاروا الطبري ورجحوا القرطبي واختاروا كتير من الناس، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال إن اللي قبل النقاش وقبل إن يسمع ويقعد وتناقش معاه هو ده اللي ينفع نتناقش معاه، لكن الذين ظلموا الذي رفض الدعوة ومنع الجزية وأراد الحرب، هؤلاء لا تجادلوهم باللسان لكن جادلوهم بالسنان، دول الحل معهم السيف مش المجادلة مش النقاش. فلذلك تعبير بقى مجاهد أو كل المفسرين اللي اختاروا القول ده قال كلمة إلا الذين ظلموا، بعضهم قال منعوا الجزية، وبعضهم قال أرادوا الحرب، بعضهم قال أعرضوا عن الدعوة، بعضهم قال قاموا بالأذى. أيا كان، المهم إن في فريق قبل إنه يجلس ويسمع عن الإسلام وأنت تتناقش معاه، فإما أن يقبل الإسلام أو يظل كما هو يدفع الجزية، خلاص لا يقف في طريق الدعوة في سير الدعوة. يعني الإسلام للعالمين فالإسلام بينتشر، وإن الآية دي لو قلنا على قول كتير مفسرينها مكية أيضا دي بشرى بعالمية الإسلام وكيفية تعامل الإسلام مع الطوائف المختلفة. يبقى إذن القول الأول وده الأشهر وده اختيار مجاهد واختيار الطبري وقلت القرطبي وكتير من المفسرين قال إن الذين ظلموا هنا معناها الذين ظلموا معناها مين؟ معناها إيه؟ منعوا الجزية ورفضوا الدعوة، يعني لا عايز يسلم ولا عايز يدفع الجزية، فخلاص أنت مش هينفع مالكش عندك في دينك اختيارات أخرى أثناء انتشار الإسلام. في قول قال إن الآية دي منسوخة، قال إن الآية دي اتنسخت خلاص، دي ما عادش ليها الحكم الوقتي، وإن ما عادش فيه الجدال مع أهل الكتاب بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وإن هو الحل اللي اختاره الإمام الطبري ده من الأول، لكن الآية دي مش ده الحل بتاعها أصلا. بيعجبني دايما في منهج الإمام الطبري، وده منهج مضطرد عنده، إن هو لا يقول بالنسخ إلا يعني في لما خلاص ما لا يستطيع الجمع بين الآيات، يقلل جدا من قول النسخ، وده الأفضل فعلا في التعامل مع القرآن، وهو حط القاعدة دي
مشي عليها طوال التفسير. ذلك كلمة ابن عطية مال للنسخ هنا وقال لا لا مش معنى الآية كده. معنى الآية إن في ناس كانت بتقبل إن هي تقعد وتسمع، كل ده قبل فرض الجهاد خالص. ابن عطية بيقول الصورة مكية وما كانش فرض جهاد، الموضوع لا له علاقة بالجزية ولا له علاقة بمنع ولا له علاقة بالسيف ولا أي حاجة. أمال إيه معنى الآية عند ابن عطية؟ معنى الآية بيقول وإن وإحنا في مكة كان في يهود بيجوا للتجارة، وكان في يهود بيجوا للمشركين يلقوا الشبهات ويسألوا المشركين أسئلة عشان المشركين يروحوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أسئلة. فكان في احتكاك، وفي ناس سافرت الحبشة، فكان في احتكاك قبل الهجرة مع بعض أهل الكتاب. وأهل الكتاب دول اللي كان فيهم احتكاك معاهم قبل الهجرة نوعين، نوع قبل أن يجلس ويسمع عن الإسلام، ونوع كان بيستعمل الأذى بس مش القتال، نوع كان بيبقى فيه فحش في القول، نوع كان بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، نوع كان بيستعمل السب والسخرية والجدال لأجل الجدال والمجادلة بالباطل. فدول لا تناقشوه، لكن تقعد تتناقش مع مين وتقنع مين وتتكلم مع مين بالتي هي أحسن؟ لا، تقعد مع اللي قبل من الأول إنه يسمعك، وإنه هو ابتعد عن السب وابتعد عن السخرية وابتعد عن الأذى. ودي قاعدة حتى لو إحنا ما رجحناش فعلا القول ده، لكن دي قاعدة مهمة في النقاش. مين اللي تتناقش معاه بهدوء ومين اللي ما تردش عليه؟ مين اللي تقول له هي كده وتسيبه وتمشي، ومين اللي تقعد تفصل معاه؟ دي نقطة خطيرة جدا، لأن كتير من الأوقات بتنزف وبتلقى، وفي نوع من التبذير الدعوي في نقاشات مع بعض الناس، وانت عارف ان هو الراجل ده جاي للسب وللسخرية على مدار سنين من عمري، هو جاي المناظرة عشان يعمل كده، فانت محتاج تتعامل معه باسلوب مختلف. جزء كبير من المناظرات، ذلك هو ده اللي خلى كتير من الناس يقول المناظرات لا تصلح للعامة امام العامة، جزء كبير من المناظرات مش بيعتمد على صحة المعلومة، بيعتمد على اساليب اخرى، يعني على اساليب في الجدال واساليب في النقاش. وممكن واحد يكسب المناظرة بمعلومات اقل، لكن هو ايه فهلوي، يعني معاه كلام بتعبير يعني كلام بيعرف يبيع عند الناس. وفي واحد يجي يلقي شبهه ورا شبهه ورا شبهه وما ينتظرش اي اجابه، لان الشبهه ممكن تتقال في سطر، اجابتها ممكن تبقى في كتاب. وغالب اللي بيدخل المناظرات من اهل الباطل بيعتمد على كده، بيعتمد على ضعف علم المستمعين، ان ما حدش هيتابع النقاش للاخر، ان ما حدش هيسمع طول الاجابه لان الاجابه هتكون طويله في الغالب، لكن الشبهه بتكون قصيره وممكن تصاغ بصياغه ممتعة، وممكن تعمل نوع من الفرقعة، والرد عليها بيكون طويل، وده خطورة المناظرات أمام العامة. طيب، يبقى في فريق قال لا تجادلوا أهل الكتاب التي أحسن، إما دول اللي قبلوا أو اللي رفضوا، ورفضوا دفع الجزية أو رفضوا الإسلام، أو دول اللي كانوا قبلوا سماع عن الدين أو كانوا بيستعملوا السب والسخرية. في قول ثالث وده مروى عن ابن زيد، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، دول اللي أسلموا أصلا من أهل الكتاب، فينفع تروح تتناقش معاهم وتسمع منهم عن معلوماتهم الدينية وتسمع منهم عن قضايا في الدين. إلا الذين ظلموا اللي أصروا على عدم الإسلام وأصروا على عدم الإيمان، دول لا تناقشهم تماما، لأن كان لما بعض أهل الكتاب أسلموا كان عندهم بعض المعلومات الدينية، فهل نقبلها منهم ولا ما نقبلهاش؟ هل نسمعها؟ فابن زيد قال لا، اللي أسلموا ممكن تجلس معاه وتتناقش معاه وتتفاهم معاه، لكن اللي أصر على الكفر وأصر على أن يظل على اليهودية وعلى النصرانية بعد مجيء الإسلام أعرض عنه واكتفي بقوله قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. يبقى احنا كده حاولنا نجاوب على سؤال، مين الفريق الأول اللي نتناقش معاه بالتي أحسن، ومين الفريق الثاني اللي هو الذين ظلموا؟ يبقى الذين ظلموا إما اللي أصروا على أن يقيموا على ملتهم بعد مجيء الإسلام، أو اللي رفضوا الجزية، أو اللي استعملوا السب والأذى والسخرية في النقاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين. خلاص؟ طب إيه هي بالتي أحسن؟ يعني طيب لو قلنا الفريق الأول، إيه هي بقى بالتي أحسن؟ الإمام الطبري ركز على الكلام، إيه الكلام الأحسن اللي يقال؟ الزمخشري ركز على الوسيلة، والجامع بينهم مطلوب. يعني مثلا نص كلام الطبري بيقول إيه؟ التي أحسن الجميل من القول، لك تقول كلام بصورة جميلة، وهو إيه الجميل من القول؟ ودي نقطة خطيرة جدا، ويعني أعجبني ما قاله الطبري، قال وهو الدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه. مش أنت اللي بتخترع آيات من عندك، يعني ما تروح تجادل القول التي هي أحسن، إيه الطريقة التي أحسن؟ إنك أنت ما تخترعش كلام من عندك، قول كلام ربنا، شوف القرآن أشار إيه، البراهين اللي القرآن أشار إليها واستعملها، إيه الوسائل اللي القرآن أشار إليها أو أقرها واستعملها، ما سوى ذلك لا تستعملها.
لكن الزمخشري قال معنى جميل، قال لا، مقابلة الخشونة باللين والغضب بكظم الغيظ والثورة بالأناء والحل. فالزمخشري ركز على الوسيلة والطبري ركز على الكلام، وده نقطة مهمة. يبقى أي حد عايز يتناقش محتاج حاجتين: خلق المناظرة وكلام المناظرة، أو خلق الجدال، بلاش المناظرة، ولا تجادله. الأول هتجادل مين؟ أنت محتاج تقيمه، لأن حد جاي يقول لك أنا عندي شبهة. ده كتير، حد يقول لي أنا عندي شبهة، أو أخويا أو حد أو مش عارف مين أو صاحبي عنده شبهة، فأنا بقول له معلش خليه يكلمني بس الأول، عايز أعرف يتسكن فين. ده بيسأل لأجل السؤال، عشان بعد كده يروح لصحابه يقول أنا سألت 50 واحد ومحدش عارف يجاوب، وعايز أعداد يجمعها وخلاص. ولا واحد بيسأل باحث عن الحق، فأنت بتسأل عن جهد اللي بذله قبل ما يوصل، قرأ إيه أو عمل إيه. أو واحد أصلا شبهة عابرة ما تحتاجش كل الإجابات دي أساسا، ويدفل عن يساره ثلاثا، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا واحد هو داعية للباطل ومتخفي في صورة السائل، أنت محتاج تعرف هو هيقعد على أنه كرسي، لأن كل كرسي هيقعد عليه لكرسي مقابل، له طريقة مقابلة في الإجابة عليه. ده مهم جدا أنك تشخص السائل، وده خطورة أن حد يدعى مثلا لبرنامج على الهواء في نقاش مع حد وأنت مش عارف الشخص اللي هتقعد أمامه دي طريقته إيه، أو أسلوبه عامل إزاي، أو هدفه إيه. فدي نقطة مهمة جدا، تحديد طريقة السائل، طريقة الكلام، الأسلوب اللي هتستعمله، الكلام، المستمعين، ده مهم جدا في المجادلة. كلمة قالها الطبري اللي هي بالتي هي أحسن، مش بس الوسيلة لا الكلام، دي خطيرة جدا. بل أنا عايز أقول لكم إن كتير من البدع اللي دخلت عندنا في الدين، وخاصة في باب العقائد، جزء كبير منها كان سببه إن إحنا لما حبينا نرد على الملاحدة أو نرد على الفلاسفة أو نرد على اللي ابتدعوا في الدين، حاولنا نرد عليهم من منطلقاتهم مش من منطلقاتهم. يعني حاولنا، بعض الناس متحمسين داخل الإسلام سمعوا شبهات الفلاسفة مثلا، والفلاسفة كانوا بيهدموا الدين، أو إن الفلسفة زي الدين، أو أيا كان حسب اللي كان بينظره. فبدل ما ينطلق من منطلقاته هو، من الوحي والمنطلقات بتاعت الوحي، بينطلق من منطلقات الآخر، يقول له خلاص أنا موافق على، يعني اللي قدامه بيقول له إيه، القاعدة بتقول كذا. يوم التاني المسلم عشان ما يهدمش الدين يقول له أنا موافق على القاعدة، وإحنا عندنا في الدين ما يؤيد هذه القاعدة. مجرد ما يقول الكلمة دي محتاج يلتزمها طول المواضيع. معلش هو الكلام صعب شوية في الحتة دي، بس أنا قلت تبقى إيه، قاعدة عامة في مسألة النقاش مع أهل الباطل. يعني مثلا، هو المثال مش يعني هيبقى ملوش أي لازمة، بس أنا هقوله خلاص. يعني كان في طائفة اسمها السمنية، الطائفة دي كانت مادية جدا وكانت بتنكر حاجات في الغيب، فراح حد ينظرها اللي هو الجهم، وده من أوائل البدع اللي دخلت عندنا في الإسلام، الجهم بن صفوان. فالجهم حب يرد عليهم، فعشان يكسبهم في حتة اخترع قاعدة معينة عشان يكسبهم فيها. قصة كده، هل الحاجة الذهنية ليها وجود في الخارج ولا ملاش وجود في الخارج؟ الكلمة اللي أنا بقولها دي وانت شايف ان هي ملاش اي لازمة، عملت كثير من المشاكل والبدع في الاعتقاد. يعني هل الذهن، الوجود الذهني له وجود في الخارج ولا لا؟ يعني لو في فكرة ذهنية هل لها وجود متمثل في الخارج ولا لا؟ فالجهم قال اه ليها وجود في الخارج في وسط النقاش عشان يكسب. قال له خلاص كلمة دي انت هتلتزمها، ولوازمها عندك انك تنفي الصفات عن ربنا، ولوازمها انك تعمل كذا، ولوازمها. قال هلتزم بده عشان ما يهدش الدين. فبدأ ينكر حاجات في الدين عشان ما يهدش أصل الإسلام. زي يجي مثلا عالم زي ابن تيمية يقول لا، بالرغم من الجهم كان واقف في صفي وبيدافع عن الإسلام، بس هو أخطأ كتير، ومش بس على فكرة عندنا في الإسلام. يعني حتى في فترة من الفترات انتشر الإلحاد والفلسفة المادية، طلع واحد اسمه باركلي قال أنا هرد على الفلسفة المادية، وبرضه طلع قاعدة غريبة، وإن الوجود بقى ما فيش أي حاجة من اللي احنا شايفينها دي حقيقة، هو كل وجود في الذهن. وعشان هو عمل كده ليه؟ قال أنا هثبت وجود ربنا، لأن الإلحاد انتشر والفلسفة المادية انتشر. عمل مصيبة خلت كتير من بعده يكون سبب في نشر الإلحاد. يعني أنت أحيانا دفاعك وعايز ترد، بس ما بتستعملش الكلمة اللي هي إيه؟ بالتي هي أحسن. وده الواحد بيشوفه الآن، أعمار بتضيع في نقاشات مع أهل الباطل وأنت مش منطلق من المنطلق الصحيح. ولذلك كان الصحابة وفروا أعمارهم، وفروا أعمارنا، ونشروا الإسلام بسهولة ويسر. وكان العربي لما نزل عليه الوحي ما كانش محتاج لكثير من هذه التعقيدات. وهنيجي إن شاء الله عند قول الله سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب، وإزاي دي إن كانت مزية للنبي صلى الله عليه وسلم وللعرب أصلا، وكانت سبب لقبول القرآن بكل سلاسة.
طيب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. الكلام ده نقوله لمين؟ للفريق الأول اللي احنا هنناقشه اللي هو بالتي أحسن، ولا الفريق الثاني اللي احنا مش هنناقشه اللي هو الذين ظلموا؟ ها، في طائفة قالت من المفسرين دي هنقولها للطائفة الثانية، إن الظالم اللي هو قاعد بيشغب وقاعد بيسخر وقاعد بيقوم بالأذى ومش عايز يوصل الحق، انت تقول له كلمتين وتمشي، تقول له بص قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن مسلمون، ما تكملش نقاش معاه، لأنه هو مش غرض الوصول للحق. ابن عاشور قال لا، الذين ظلموا دول مش هيتناقشوا أساسا، دي تقولها مقدمة النقاش مع الفريق الأول، أهمية الوصول لنقطة مشتركة قبل أي نقاش، إنك أنت الأول يعني الجملة دي جملة تقال كمقدمة أو مقدمة للنقاش مع الفريق الأول، تقول له بص خلينا نحدد نقطة الخلاف عشان ما نقعدش نتناقش ونتخانق، نقطة الخلاف عندنا فين؟ وده نقطة خطيرة جدا، تلاقي واحد برضو جاي يسألك يقول لك أنا عندي شبهات، تقول له قول، تلاقي السؤال الأول شبهة في وجود الله، السؤال الثاني شبهة في النبوة، السؤال الثالث شبهة في القرآن، فتقول له أنت واقف فين؟ يعني أنت يعني أنت مؤمن بوجود الله وعندك إشكال في النبوة، ولا مؤمن بوجود الله وما عندكش إشكال في النبوة وعندك إشكال في القرآن؟ يعني طب أنت مؤمن بوجود الله وما عندكش إشكال في النبوة لكن مختار دين باطل، يعني فين أنت واقف فين عشان ما ينفعش نقعد إيه بنلف حوالين نفسنا، ترد له على شبهة في الأول يجيب لك شبهة في الآخر، ترد له شبهة في الآخر يجيب لك شبهة في النص، وقاعد بيقفز، دي مش ده عمرك ما هتوصل لحاجه. وكتير من الاعمار برضو بتضيع ونقاشات، والواحد ياما شاف نقاشات خصوصا على الفيسبوك والسوشيال ميديا، ولان ما تبقاش عارف تمسك الكلام، نقاشات بتضيع وهو اللي قدامك مش عايز يستقر على مكان معين يقف فيه. فابن عاشور قال لا، قولوا امنا دي لتقريب شقه الخلاف، وان احنا نقرب المسافات ونحط نقطه اشتراك، وقفنا هنا نتوقع نبدا نطلع النقطه اللي بعدها، بحيث اول نقطه خلاف احنا افترقنا هنا، وتبدأ تتكلم عند نقطة الافتراق، مش قاعد بتتكلم وتضيع وقتك في الفاضي. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هتلاحظوا الأسلوب اختلف، حتى أنا طريقتي في الشرح اختلفت، الأسلوب اختلف، الآيات بقت أطول. ده الأسلوب اللي بيتناسب مع أهل الكتاب، ودول ده الأسلوب اللي بيتناسب مع اللي عندهم معلومات. القرآن المكي كان عشان ناس غافلة، ناس حياة مادية صرف، حياة الأوثان، حياة الشهوات، ما فيش أديان أصلاً فضلاً أنه يبقى دين باطل. فالنقاش كان عبارة أو الخطاب معهم آيات قصيرة سريعة، تذكير بالبعث باليوم الآخر، تخويف، ده أسلوب غالب القرآن المكي. أسلوب التاني مش كده، القرآن المدني آيات طويلة، تحديد المشكلة، تقديم الحل، مقدمات، أحكام، تفصيل. ذلك لما واحد يسألك، في واحد أنت بتقابله بتدعو إلى الله، في واحد في قمة الغفلة، انت مثلا ماشي في الشارع وحبيت تدعو الى الله، قابلت مجموعة شباب حبيت تكلمهم عن ربنا، تخيل مثلا ربنا يكرمك تشتغل في الدعوة في ليلة العيد الوقفة وما ادراكم ما الوقفة والمصائب اللي بتحصل فيه، فانت قررت تعمل في الدعوة، لا تنزل اليوم ده تدعو الشباب، فطبعا انت مش هينفع تحكي له بقى قصة نيتشا والجهم بصمت، مش هينفع تحكي له الكلام ده خالص، هو اصلا هيبقى في عالم اخر، مش 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 هيسمعك تماما. لا ده محتاج ايه؟ ده خبطات، ما تلحقش تخلص الجمل، يعني تقول الكلمه وتدخل في اللي بعدها وتتكلم على الموت وعلى مستشفى الطوارئ والحادثه اللي اتعملت والشباب اللي اتقلبوا بالعربي، وخبطات سريعه وما تستناش اصلا يرد عليك. غير شخص جاي لك قرأ كتاب وكتابين وثلاثه وعنده شبهه وبيناقشك فيها، لو استعملت معاه الاسلوب الاول يقول لك انت مش عارف. يعني احيانا تغيير مكان النقاش يخسرك، طريقة النقاش حسب انت محتاج تحدد الشخص اللي بتناقش معاه. فهتجد هنا ان بدأ يستعمل برهان من براهين النبوة، وما كنت تتلو من قبله من كتاب، وزي قلت تكرار لفظ الجحود، مسألة العلم، ان احنا بنناقش ناس عندها بقايا معلومات واختلط عندها الحق بالباطل، فهنا تأهيل لطريقة اخرى في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. والمفروض يا جماعة ان الداعية يبقى عنده القدرة على التكيف مع أي وضع، يعني هو هنا هيتناقش مع واحد بعيد عن ربنا، هنا واحد عنده شبهة، هنا واحد مقبل وهنا واحد معرض، يبقى عنده القدرة على التكيف، انت معاك الأصول كلها، معاك القرآن والسنة، ازاي بقى تختار منها؟ دي الحكمة والبصيرة وفن الدعوة،
ازاي تنتقي منها ان الصورة دي او الايات دي او هذه الطريقة اللي اشارت اليها الايات تناسب فلان. يعني زي مثلا ما مش فاكر كنت في درس سورة الحج تقريبا او سورة العرف اشرت في مقدمة سورة الحج ان ومن الناس ومن الناس ومن الناس كل واحد من دول كان له طريقة. يعني الثلاثة اللي في الاول اللي بدأوا في سورة الحج بيجادلوا في ايات الله كل واحد كان له طريقة في الاجابة. في واحد كان اجابة كلمة وبتسيبه. في واحد تفصيل خلق الجنين. وفي واحد بيان مشكلته والمشكلة القلبية اللي عنده. كل واحد له طريقة لحل الإشكال بتاعه. وإلى هنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أي ونحن قول الأشهر ونحن له خاصة مسلمون إحنا اللي مسلمين. أو نحن جميعا نريد أن نسلم له لكن أنتم ضللتم الطريق. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. هم كانوا أهل كتاب. أنت الآن معك كتاب. وهذا الكتاب الذي معك مهيمن على الكتاب الذي معه يحكم عليه. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. تاني معلش نفس اللخبطة. مين الفريق الأول؟ فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن ومن يؤمن به. مين الفريق الأول ومين الفريق الثاني؟ أنا عارف أن أنتم النهاردة إيه هتقول ذلك فضل يبقى معك ورقة قلم تعمل ايه تشجير الفريق الاول كذا. فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به. مين اللي اوتوا الكتاب؟ اليهود والنصارى. لذلك كلهم قالوا هنا اليهود والنصارى. لكن مين فيهم؟ قول اختاروا الطبري قال الذين اتيناهم الكتاب اليهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون به أي يصدقون بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يجدون نعته في كتبهم. يبقى في الذين آتيناهم الكتاب أنا هقول الآية وحط بينها كلمات وتوضح المعنى. فالذين آتيناهم الكتاب من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجدون نعته عندهم فيؤمنون به ويصدقون بمجيئه. ومن هؤلاء الذين وجدوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صدقوا به كما صدق به من كان قبله. واضح كده؟ ده القول الأول. القول الثاني لا. قال فالذين آتيناهم الكتاب دول اللي موجودين في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اللي آمن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود زي عبد الله بن سلام. ومن هؤلاء أي ومن المشركين لأن احنا لسه في مكة هؤلاء اسم إشارة للقريب. ومن هؤلاء أي أيضا سيؤمن بعض عتاة الكفر زي ما آمن بعض علماء اليهود وكان يستحيل أنهم يؤمنوا فآمن عبد الله بن سلام لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد إيمان عبد الله بن سلام وطلع أمام اليهود وقال ما تقولون فيه عبد الله بن سلام قالوا سيدنا وابن سيدنا. فلما قال أنه أسلم قال سفيهنا وابن سفيهنا انقلبوا على طول لأن ما كانش متوقع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي عشرة من يهود لآمنت بي يهود. يعني كان في رؤساء أحبار ورهبان بيسيطروا على الوضع الدين وكانوا هم نسق مغلق مانعين أي حد يدخل. فلما كان الرؤساء يؤمنوا كان اليهود يفزعوا. يعني ده كان معناه أن إيمان كل الأتباع. ومن هؤلاء أي ومن عتاة الكفر أيضا أناس سيؤمنون. وده حصل مع أبو سفيان رضي الله عنه. حتى ابن عاشور رجح القول ده وقال ان هؤلاء اسم إشارة للقريب لان كان دايما اللي حاضر في ذهنهم ايام مكة عتاة المشركين من قريش اللي كان مسيطر على ذهن الصحابة وكان نفسهم انهم يسلموا قريش. القولين برضو ما فيش بينهم تعارض يصلح الجمع بينهم. يبقى فالذين آتيناهم الكتاب وده هنا بشريات ان الاسلام هيبدأ ينتشر. والبشريات دي واحنا في قمة الاستضعاف اخر العهد المكي قمة الاستضعاف. مفيش حد راضي يقويك مفيش مكان تذهب اليه مفيش قبيلة راضية تنصرك في قمة الاستضعاف. فتيجي ايات تهيئة ان انتوا هتلتقوا مع اهل الكتاب وان في ناس هتسلم من اهل الكتاب ومن المشركين. فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به. فربنا بيقول لهم طالما بعض علماء اليهود سواء من السابقين او من المتأخرين اسلموا يبقى المشكلة عندكم انتوا وانتوا رفضكم للإسلام ولا سيما اللي كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رفض جحود. يعني رفض جحود يعني ايقنوا انه هو النبي انه هو النبي صلى الله عليه وسلم انه هو النبي صلى الله عليه وسلم وبالرغم ذلك اعرضوا عنه.
مين اللي ذكرني اليهودي لما راح سأل على صفات النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تحقق أنه هو، فبيسأله معاه قال أهو هو؟ قال هو هو. قال له طب هنعمل إيه؟ قال عدواته ما بقيت. يعني أنت متأكد أنه هو النبي؟ آه متأكد أنه هو النبي. طب هنعمل إيه؟ لا هنكمل زي ما احنا، يعني ملوش. اللهم إن كان هذا، ده بقى عند الناحية الثانية عند قريش، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ها فأمطر علينا، برضو احنا مكملين زي ما احنا، فأمطر علينا حجارة من السماء. فكان في ناس وصلوا لمرحلة الجحود، الجحود. ودايما أنا اتكلمت قبل كده كتير، أسلوب القرآن وبراهين النبوة بتوصل الإنسان إما إنه يؤمن أو يجحد، يعني يجحد بعدما أيقن أنه الحق. اللي هيسيب نفسه مع القرآن ليتلقى آيات القرآن، لكن المشكلة إن إيه؟ إن الكفار عارفين، قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. اللي هيسيب نفسه مع آيات الوحي إما أن يؤمن أو يجحد. فقال ربنا سبحانه وتعالى وما يجحد بآياتنا، أي بعد وضوحها، وسماها الله آيات، والآية هي الواضحة العلامة البينة، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وكيف يكفرون بك يا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يكفر هؤلاء اليهود بك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب وما تخطه بيمينك، كيف يتهمونك أن هذه المعاني التي تقولها أنت إنما جئت بها من الكتب، من الكتب السابقة أو من الحضارات السابقة، كيف يتهمونك هذا الاتهام وهم يعلمون جيدا، فقد لبست فيكم عمرا من قبل، وهم يعلمون جيدا وما صاحبكم، سماه صاحب بمجنون، لأن أنتوا في صحبة بينكم عارفينه، هو ما كانش منعزل 40 سنة وظهر فجأة وقال أنا رسول، لا ده لغاية سن 40 بيتكلم بطريقة، وبعد 40 قال كلاما لا يستطيع واحد من البشر، يعني لغاية سن 40 عايش وسطهم ومستوى أخلاقي معين والتعاملات عايش وسطهم، هو الصادق الأمين ويضعون عنده الأمانات ويثقون في رأيه. لكن بعد 40 بدأ بقول كلام لا يستطيع واحد من البشر، بل كان كلامه الثاني الأحاديث مختلفة عن القرآن. ازاي تقولوا ده من الكتب السابقه؟ طب ما انتوا عندكم الكتب السابقه، مش هي بتاعتكم اصلا؟ طب ما تعملوا لنا حاجه زي القران. يعني اصلا ذكرت ده في سوره يوسف، لما قلت لكم الدكتور سامي عميري في كتاب براهين النبوه لما عمل فصل عن مقارنه سوره يوسف في القران بسوره يوسف في التوراه او بقصه يوسف في التوراه، اكثر من 50 وجه مقارنه بينهم تقريبا او حاجه 40 وجه مقارنه من الاثنين، وخلص ان يستحيل بشر يقول الكلام ده بالصوره دي. يعني اصلا اتهام حشاه صلى الله عليه وسلم، اتهام النبي صلى الله عليه وسلم ان القران ده هو قاله بنفسه بعد ما لف على الحضارات وقرا الاحكام التشريعيه اللي عندها وقرا نظام العقائد اللي كان موجود واطلع على كتب السابقه، وبعدين حشاه صلى الله عليه وسلم يعني عمل خلطه من كل ده وقال والكلام ده ما يطلعش فيه اخطاء ويكون فيه تنبؤات وتحصل، ايه ده انتوا؟ وفي نفس الوقت يقولوا عليه مجنون، في نفس الوقت يقولوا عليه ساحر. طب ازاي؟ ففعلا القران بذاته معجز. ممكن نشير ان شاء الله في قول الله سبحانه وتعالى اولم يكفهم، يعني من ادله صحه القران القران نفسه، يعني من ادله القران هو القران نفسه. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه، كان أميا صلى الله عليه وسلم، فكان القرآن وحيا ربانيا لا تفكيرا بشريا، كان القرآن وحيا ربانيا، مش خلاصة وعصارة حضارات ونقاشات وتفكير بشري ومشورة، كان من عند الله سبحانه وتعالى، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم مؤهلا، يكون صلى الله عليه وسلم خلوا تماما من اي اتصال بالحضارات الاخرى، عشان لما ياتيه القران يكون في حاله من الاستغناء بالقران اللي احنا بنسميها في الاول في بدايه الطريق الى الله. لازم يكون عندك توحيد مصدر التلقي، لازم تقعد فتره مع الوحي. وهنتكلم دلوقتي طب يعني ما نستفدش من الحضارات الاخرى، ما نقراش للكتب مثلا مترجمه، ما نقراش يعني لو في افكار جيده عند الاخرين وانا عارف ان هم اهل الباطل، هل ما استفدتش منها؟ هنتكلم ده ان شاء الله عند قول الله سبحانه وتعالى اولم يكفيهم. لا
لكن ربنا سبحانه وتعالى أهل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده من التأهيل الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقرأ ولا يكتب. فلما ينزل حتى كان لا يقول الشعر، اللي هو كان أصلا السائد، لم يكن معروفا بالشعر صلى الله عليه وسلم. فلما نزل الوحي استقر في قلبه صلى الله عليه وسلم. يبقى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كنت أنت بتقرأ يقولك آه ده معنى، هي أصلا ليست شبهة قوية، لكن حتى هذه الشبهة لم يقدرها الله سبحانه وتعالى عشان تؤمن. ولما يكون حد من أهل الكتاب ويسمع الوحي هيعرف أن المعاني دي من جنس معاني الكتب السابقة، ويعرف أن الصياغة دي لا يستطيعها بشر، والإحكام والتسلسل ده لعرض القصص وتفادي كلام موجود عندهم لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخطاء تاريخية معينة، ولا يصلح أن يكون في كلام الله كلام فحش معين مثلا موجود عندهم. فهما لما يسمعوا القرآن هيعرفوا أن ده من عند ربنا، يعرفوا أن ده من جنس كلام الكتب السابقة، لكنه مهيمن عليه. وما كنت تتلو من قبله من كتاب وما تخطوه ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كان من رحمة الله سبحانه وتعالى، ركزوا برضو معايا شوية في الحتة دي معلش، هو درس النهاردة كله للأسف مش كويس يعني صعب. من رحمة الله سبحانه وتعالى إنه أهل الجزيرة العربية ما تنتشرش فيها الحضارات الأخرى، يعني كان في حضارة إغريقية وفلسفة يونانية، وكان في الروم وكان في فارس، دول كان عندهم أفكار وكان عندهم تصورات غيبية وكان عندهم بناء كامل عن تصوراتهم، سواء أخدنها بقى من بقايا كتب سابقة على خليط بشري على نتاج تفكير معين أيا كان. الجزيرة كانت، الجزيرة العربية كانت فاضية من ده، حتى الفلسفة ما كانتش منتشر خالص فيه، بل حتى القراءة والكتابة كانت الحضارة كانت حضارة في الأغلب، عشان برضو كلامنا يبقى دقيق، لسه في كتاب جميل نازل مهندس اسمه أحمد حسن مع دلائل اسمه الأركيولوجية الإسلام، جايب وثائق موجودة بالخط العربي من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله. فكان بس عشان كده بقول في الغالب كانت الحضارة حضارة شفهية في الغالب، تعتمد على قوة الحفظ مش دائما. ده خلاهم لما نزل الوحي عارف فصادف قلبا خاليا فتمكن، مفيش ممانعات، التصور اللي في دماغهم مش مليان كلام فارغ، مش مليان بقى نقاشات فلسفية عقيمة وازاي ذلك. لا هنقول لك عشان تعرف الفرق والمشكلة حصلت امتى. لما حصل في العصر العباسي، بداية العصر العباسي وانتشار حركة الترجمة وكتير من الكتب بقى التانية دي ترجمت، بدأ هنا يدخل الشبهات على الوحي. لك لا، بدأ بقى نفي للصفات ونفي للعلو ومش عارف ايه وأدلة غريبة لإثبات وجود ربنا، وده علم الكلام، واختلاط علم الكلام بعلم الفلسفة ده أمر معروف، وحصل نقاشات على مستوى العقيدة وخناقات ما كانتش موجودة قبل كده عند العربي البسيط. لأول لحظة نزول الوحي كان بيتعامل معه بكل سلاسة، يعني الصحابي ينزل الوحي كان بيتحرك ويعمل، ما كانش عنده الإشكاليات اللي ظهرت بعد كده، لا على مستوى باب القدر ولا على مستوى باب الأسماء والصفات ولا على مستوى الكلام ده كله، ما كانش فيه إشكال أصلا، الصحابة كانوا بيتحركوا بالوحي. لما انتقل ده، برضو مش عايز أقول إن ده السبب الأوحد، بس لما انتقلت الكتب دي خلت العربي ما عادش عربي، بقى فيه عجمة. فلما نرجع نتعامل مع الوحي بقيت الآية نسمعها مش بتأثر فينا، لا تؤثر فينا، ونقعد نسأل تساؤلات زي ما ادينا في درس القرآن والأسئلة الخاطئة، نبدأ نسأل أسئلة هي خاطئة أصلا، هي مش حضارتنا ولا ثقافتنا، احنا لينا لغتنا الخاصة ولينا هويتنا. لذلك كانت من الأوجه الجميلة اللي رد بها ابن تيمية مثلا على المنطق، في الرد على المنطقيين في الإغريق واللغة اليونانية، قال أصلا احنا اللغة العربية مختلفة أصلا عن اللغة اليونانية. يعني هم أحيانا في اللغات الأجنبية دلوقتي، مش احيانا، هم دلوقتي في اللغات الاجنبيه واللغه الانجليزيه بيحتاج اللي هو الفيرب تو بي، يعني ام واز وار، اي ام كذا، اي ام. انت ما بتقولش في العربيه انا اكون جعانا، انا اكون كذا، ما بتقولش كده، انت بتقول مبتدا وخبر. الحته دي بس عملت اشكاليات في نقل الكتب، يعني احنا بنستسهل في اللغه العربيه وان ايه يعني هويه واحنا ما عندناش
حضارة وما بندرسش أصلا اللغة العربية ولا بنقرأ تراثنا، فحصلنا عجمة. دي حقيقة يا جماعة. ولذلك انتفض مثلا واحد زي محمود شاكر في رسالة طريق إلى ثقافتنا عشان يرد على النقطة دي. لا، احنا عندنا حضارة واحنا عندنا ثقافتنا اللي احنا محتاجين نتبناها. احنا ما ناخدش من الغرب كل حاجة، لازم الأول تتشرب الوحي وبعدين تبدأ تسمع الآخر عشان تاخد اللي يفيدك، عشان ما تبقاش مسخ، عشان ما تبقاش بدون هوية. فمن رحمة ربنا انه خلى الجزيرة العربية، ودي كانت احد اوجه فضائل الجزيرة، ان هي تصلح ان هي تحمل هذا الوحي. ما منعتش نزول الوحي بأسئلة خاطئة كثيرة وبنقاشات وفلسفة عقيمة، لا، وصفصطة. لا، هم خدوا الوحي، أثر فيهم، غير في وجهة حياتهم، انطلقوا لنشر الدين. المشكلة بقى الوقت ان احنا رجعنا نتفلسف، الوحي ينزل لنا، أسئلة خاطئة في التعامل، قلة في البذل، قلة في العمل، نقاشات عقيمة. وده خطورة زي ما قلت قبل كده أكتر مرة، النقاش مع الملاحدة بصورة خاطئة، تضيع أعمار. مش ده الأسلوب القرآني، إنه ينقل الإنسان يكون عبد ليكون عبدا. القرآن استعمل أساليب مختلفة تماما، بتقهر نفسية الإنسان، بتبين له مدى عجزه ومدى ضعفه. القرآن لما يشيل الإنسان ويحطه في نص البحر ويقول له ضل من تدعون إلا إياه، مين اللي هينفعك هنا؟ القرآن له مداخل مختلفة، مش بس بيستعمل المداخل العقلية، بيستعمل المداخل العقلية والعاطفية والشعور وكل أنواع الشعور، الخوف والرجاء والحب، دي مشاعر متركبة جواك. القرآن بيستثير كل ده على بعض، فبيطرق على كل هذه الأبواب مرة واحدة، فينهار الإنسان إما أن يؤمن أو أن يجحد. قال كاد قلبي أن يطير لما استمع لسورة الطور. فالمستمع للقرآن اللي بيدور مع القرآن حيث دار، إما أن يؤمن أو أن يعرض، يقول أنا أيقنت لكن أنا مش عايز، لأن أنا فهمت تبعات الكلام ده، لو كانت كلمة لقلناها. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد، تاني لفظ الجحود، بآياتنا إلا الظالمون. هنا في ثلاث أوصاف ذكروا، الكافرون، المبطلون، الظالمون. دي أوصاف المعرض عن الوحي، المعرض عن آيات الوحي، كافر، مبطل، ظالم. بل هو آيات بينات. إيه هو الآيات بينات في سطور الذين أوتوا العلم؟ برضو في قوله، قول اختاروا الطبري ورجحوا، ورجحوا برضو كتير من المفسرين، انت ممكن تستغربوا، قال لا، بل هو آيات بينات، مش القرآن، لأن يعني السياق كله ماشي على النبي صلى الله عليه وسلم. بل هو، أي بل ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، هو ده اللي هو المعنى اللي مذكور، وما كنت تتلو من قبله. آيات بينات موجود في صدور الذين أوتوا العلم من اليهود والنصارى الذين اعترفوا بالحق وأسلموا، هم عارفين كده في صدورهم. فمنهم من كتم ومنهم من أعلن عنه. يبقى بل هو آيات بينات، اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب، يقرأ ولا يكتب. طبعا أنا تجاوزتها، حصل كده إيه عارف، لا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكتب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش أمي، وتلاقي رسالة انتشرت فترات وانشرها وبين الحقيقة مش عارف إيه. والكلام ده حقيقة من زمان، يعني أظن أول حد ذكر المعنى ده الإمام الباجي وهو في الأندلس، وحتى ابن عطية رد عليه، ابن عطية 500 وشوية رد عليه، واللي عايز مبحث ده قرطبي هنا عمل مبحث الرد على الإمام الباجي استفاض فيه شوية، يعني الكلام ده من زمان. وهل كان يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب، ولا كتب مرة أو مرتين معجزة على وجه المعجزة؟ وده اللي مال ابن كثير التمس عذر الإمام الباجي، قال لا، هو ما قالش أن يتعلم القراءة الكتابة أو كان يقرأ ويكتب أصلا. يعني أحيانا أنت إيه، بعض الناس يستشعر النقص من لا شيء. طب هو ده تشريف، انت وسيلتك لتحصيل المعرفة القراءة والكتابة، هو علمه الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. يعني احيانا انت مستشعر النقص من مسألة وهي ما فيش فيها اي مشكلة اصلا، وده نوع من الهزيمة النفسية. فهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. وبعدين شوف المنتج على كل المستويات، على مستوى الأخلاق،
مستوى الأخلاق الاجتماعي، مستوى الأخلاق الأسري، على مستوى الإداري، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي. شوف في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هل ده يخليك تشعر بحرج في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القول الثاني، وده المشهور عندنا، وده اللي رجحه كتير من المتأخرين، لا، اللي هو القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. حتى ابن كثير أشار إلى الأثر المشهور، أثر أظن في الطبراني، إن من وصف الأمة دي في الكتب السابقة، الكتب السابقة أشارت إلى مجيء أمة، الأمة دي مختلفة عن كل الأمم، تكون الأمة دي أناجيلهم في صدورهم. الكتب السابقة ما كانش كل الناس تحفظها كده، لا، أعداد بسيطة، أحبار، بعض الأحبار هو اللي يحفظ الكتب، لكن مش كان كل الناس تحفظ. الوقت إحنا عندنا الأطفال، ألوف مؤلفة من الأطفال حافظين القرآن، فده كان علامة إنها تأتي أمة ييسر لها حفظ الوحي. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هتأتي أمة الأناجيل والكتب كتابهم في صدورهم. فلما جاءت هذه الأمة كانت أيضا علامة أخرى، يبقى علامة الأولى وما كنت تتلو من قبله من كتاب، العلامة الأخرى أناجيلهم في صدورهم. بل هو آيات بينات، أي الوحي لو قلنا القول الثاني، وده أنا مايل ليه حقيقة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وده من التابعين اختاروا الإمام الحسن البصري، وإن كان قتادة، رغم أن قتادة دايما كان بيقلد الحسن لأنه تلميذه، بس هو خلفه ومشي على رواية مع ابن عباس، لا، ده اللي هو مقصود به النبي صلى الله عليه وسلم. كنت أنا مايل لقول الحسن البصري، بل هو آيات بينات، لأن طبعا الطبري بين ليه، اللي عايز يرجع هو ليه اختار القول ده، لكن لما نيجي نشوف بل هو آيات، لو اخترنا الوحي فلم يكتفوا بهذه الآيات وطلبوا آيات أخرى، فقالوا لولا أنزل عليه آيات من رب. ونعمل مقارنة الوقت بين الآيات التي اختارها الله لهذه الأمة والآيات التي طلبوها. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، أي الوحي. وربنا سمى الوحي في صدورهم، سماهم أهل العلم، هذا هو العلم النابع من الوحي. فمنهم من يقوم بحقه، ومنهم من يصدق عليه قول الله سبحانه وتعالى، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. يبقى إذن العلم الحقيقي هو لنابع من الوحي، العلم عندنا هو لنابع من الوحي. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا، لفظ الجحود تاني، الذي يرفض هذه الآيات اللي هو القرآن على قول الحسن، أو لا يرفض آيات براهين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم على قول قتادة، ده ظالم. ليه؟ لأنه مش رفض آية واحدة. يعني يا جماعة، براهين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مش برهان واحد، وإعجاز القرآن وإن القرآن من عند ربنا مش آية واحدة. لكن المشكلة دايما عندنا إن إحنا عقليتنا اتغيرت، بقيت عايز أقنعك بالنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن بأي حسية. يعني عايز أمسك القرآن كده أحطه مثلا على حجر يبقى ذهب، ده وحي فعلا، هو عايز إيه؟ وعايز حركات مادية كده. وده كان عقلية المشركين لما طلبوا آية، عقلية المادية اللي هي الوثنية، انتشار الصور والتماثيل، قالوا لا، إحنا عايزين آيات حسية. فين الآية اللي يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المشركين هو بيقول إنه نبي من عند الله ورسول من عند الله صلى الله عليه وسلم، طب إيه الدليل؟ فقرأ عليهم وحيا، قرأ عليهم كلاما، فاستغربوا. يعني هذه الآية، بالرغم إنه كان له آيات حسية كثيرة، انشقاق القمر ونبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، آيات كثيرة، لكن الآية التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. المعجزة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعبير الأفضل نسميها الآية، آية النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة عن كل الآيات السابقة. يعني آية مش مرتبطة بزمان واحد، لأن ولا بمكان واحد ولا بالشخص. يعني كانت آية سيدنا موسى العصا كانت لها مكان معين اللي موجودين يشوفوها، مش كل العالم يشوفها، وزمان معين، لحظة ضرب العصا، وشخص هو اللي بيستعملها. يعني مش لما مات موسى عليه السلام أوصى بعصاه ليوشع بن نون وقال له لو طلبوا منك آية اضرب العصا تتحول ثعبان، لا، ما حصلش.
فكانت الآية خاصة بالمكان والزمان والنبي. لكن لما اصطفى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون رسولا للعالمين أعطاه آية مختلفة تصلح أن تنتشر في كل العالم وتخاطب كل العقول في كل الأزمنة على مدار الزمان إلى يوم القيامة. وإنت ممكن تنقل هذه المعجزة. يعني عصا موسى أنت لو خدتها في أثر ذكر الطبري كان يعني من الإسرائيليات لما وقف موسى عليه السلام أمام البحر وبدأ الجيش يخاف بدأ يوشع بن نون لما توتر خد عصا موسى عليه السلام وفر وجرى باتجاه البحر وضرب البحر ما حصلش حاجة ما جاش الأمر من ربنا. القضية مش في العصا هو في أمر من ربنا سبحانه وتعالى. فإن كانت المعجزة مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لما يكون أنت عندك القدرة على نقل هذه المعجزة بلغوا عني ولو آية. استحضار حينما تنقل الوحي للناس وتبين الوحي للناس أنت الآن تقوم بنفس الدور الذي قام به موسى عليه السلام حينما ألقى العصا أمام السحر. يعني لازم تستحضر المعنى ده. أنت تنقل الآيات زي كنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية انشروا هذا الوحي بين الناس. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. تكرار لفظ الآيات. قال ربنا سبحانه وتعالى بعدما جاءتهم هذه الآيات وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. هنا بقى التفكير المادي المسيطر العقلية اللي بدأت تتجه ناحية الوثنية. لذلك كان دكتور عبد الله الشهري كان يسأل سؤال أسمع له محاضرة ومتخصص في رد على الإلحاد كان بيقول حد سأله سؤال ليه طالما أنتم بتقولوا التوحيد هو الأصل وإن الشرك عارض وده كلام ربنا سبحانه وتعالى وقول لجمهور المفسرين كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد فاختلفوا فظهر الشرك فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين أثر في البخاري عن ابن عباس إن الأصل التوحيد أنزل الله آدم إلى الأرض على التوحيد والأمة قعدت فترة على التوحيد وبعد كده الشرك طارئ على التوحيد عكس اللي بيكلمه بعيدا عن الوحي من بتوع تاريخ الأديان لك لا الأمة برت الأول بمراحل طويلة من الوثنية عشان تكتشف التوحيد ده كلامهم غلط بتوع تاريخ الأديان بيقولوا كده اللي بيعتمدوش على الوحي لكن الأول الإنسان مر مرحلة الطفولة وبعدين كان وثني وكان بيعبد أي حاجة لغاية لما إيه وصل للتوحيد لا إحنا من أول لحظة ربنا قال لسيدنا آدم وهو بيهبط الأرض قال له أنت معاك وحي فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي من أول لحظة نزل آدم الأرض كان معاه التوحيد فتسأل سؤال لو أنت كلامك صح هو بيأصل القاعدة دي فقالوا له طب لو أنت كلامك صح ليه غالب الآثار اللي موجودة آثار عن الشرك مش عن التوحيد قال لهم لأن التوحيد ما كانش بيعتمد على إقامة الآثار والتماثيل التوحيد ما كانش بيعتمد على كده رد عليهم كذا رد اول حاجه لان اهل التوحيد كانوا قله وده مصداق للوحي كلامكم ده يؤكد كلام الوحي كانوا قله وان ربنا كان بيبيد الامم لاصرارهم على الشرك لاصرارهم على الشرك وان كانت الامم عشان سيطره العقليه الوثنيه عليها وعايزه تمثل وتصور كل شيء وكل امه تبتعد عن الوحي تميل للتمثيل وللتصوير تمثيل مش اللي هو المسلسلات تمثيل التماثيل يعني واصنام شوف مثلا الكنائس مليانه صور اي امه هتبدا تقلل الارتباط بكلام الله سبحانه وتعالى تتجه عايزه تعوض النقص ده تتجه للتصوير والتماثيل عشان تسد هذه الفاقه وهنا بيبدا بقى هنا ايه بدايات الشرك وبدايات الشرك حصلت كده ان في الاول نعمل تماثيل عشان نفتكر الرجال الصالحين في عهد سيدنا نوح ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا طب الشيطان قال لهم بدأ الشيطان ينشر الشرك ازاي بفكرة التماثيل والتصوير نعمل أصنام نعمل أوثان نفتكر بيها شكلهم عشان نسخن في العبادة كل ما تفطر للعبادة تروح تتفرج على صور التماثيل تسخن العبادة طب ما نعمل بقى تماثيل كل واحد يبقى عنده تمثيل في بيته بدل ما تمثال في بيته بدل ما يروح مثلا يتفرج عليها انتشرت الأصنام تنسخ العلم زي ما ابن عباس بيقول في البخاري العلم اندرس فخلاص بدأ ايه الوثنية وقصص كتير بقى قصة إساف ونائلة قصة ظهور الوثنية فهنا العقلية دي بتقول ايه وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه احنا عايزين آيات كل آيات الوحي دي ابن عاشور حتى لما حب يعملها بحسبة كده معينة
بيقول كل 3 آيات في القرآن معجزين، لأن التحدي حصل بسورة، أقل عدد من التحدي يجيب سورة، وأقل سورة عندنا 3 آيات. فشوف عندنا كم آية، كل 3 آيات آية معجزة، وحسب بقى 6000 وشوية على 3، عندنا أكتر من 2000 معجزة آيات بيانات في صدور الذين أوتوا العلم. على فكرة ابن عاشور اختار قول غريب ما شفتش حد اختاره، قال بل هو آيات بينات أي الوحي في صدور الذين أوتوا العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بصيغة الجمع تعظيما له، لأنه حوى في صدره صلى الله عليه وسلم ما حوى كل العلماء، ما تفرق في صدور العلماء جمع في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا قولي لم أره لغير حقيقة. في أقوال كانت غريبة قبلتني، منها القول ده، وبرضو منها قول كان غريب للرازي في قول الله سبحانه وتعالى فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، قال هؤلاء هم الأنبياء، ومن هؤلاء من يؤمن به، قال دول أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. دي بتبقى أقوال بيتفرد بها أصحابها، بيحتاج احتراز قبل اللي احنا ناخد به. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. طب ما هو ربنا نزل آيات، طب ما الوحي ده آيات. لك لا، احنا عايزين آية ايه؟ حسية. كنت في مرة سبحان الله، يعني احد الاخوة الافاضل كان حافظ القرآن، وبعدين للأسف دخل في قصة الشبهات الإلحاد، ولغاية لما بدأ يترك الصلاة وخلاص بدأ يعني شبه ملحد. وبعدين ايه، بقدر الله التقينا، وبعدين نقاشات طويلة، وكان من المزان، وكان حافظ القرآن، فكل ما نتكلم في القرآن وإعجاز القرآن هو فاهم أنا بقول إيه، طب سورة كذا فيها كذا، ويسألني طب ليه السورة دي فيها كذا، طب هنا في شبهة في الآية دي. قعدنا تقريبا 6 ساعات أو 7 ساعات متواصل نتناقش، وبعدين ما اقتنعش، نوم مسافر وما اقتنعش بالكلام. فقلت له طب خلاص سيبك من كلامي، إيه أنت راجل كنت حافظ القرآن، اقرأ أنت القرآن. فقعد فترة اختفى، قلت خلاص ايه ما فيش امل، يعني انت ما كنتش موفق او ايا كان، مش ايا كان السبب. لقيته بيكلمني، بعت لي كلام مبهر عن سورة الرعد، يعني حتى مين اللي كتب الكلام ده، قال لي دي مشاعري تجاه هذه السورة. بقول له ايه اللي حصل، قال لي انا في وقت من الاوقات حسيت ان انا محتاج اوصل، انا مش هينفع اعيش كده، انا عايز انت تاخد قرار، يا خلاص اسيب الاسلام يا اول من القرآن حق، فعايز آية، فيا رب وريني آية، يا رب وريني آية. فلقيت جنبي مصحف على وكان طالب يعني ما طالب. لقيت مصحف عندي في اللوح، فقلت هو ده الآية، يعني آية، أنا بقول أنا عايز آية، هو دي الآية اللي عندكم، وكان مع نفسه بيكلم نفسه. فبقول فتحت المصحف فين الآية يعني، ففتح على سورة الرعد، فقول خلاص قلت دي جايز رسالة من ربنا، هقرأ سورة الرعد. قرأها بقول لقيت سورة الرعد بتقول لي آياتي، كان ربنا بيقول لي ليست حسية، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن، ولكن الله لم يختر لهذه الآية أن تكون كذا. آياتي مختلفة. وبعدين عاد تقرأ السورة تاني، كتب لي كمية معاني ومشاعر سورة الرعد رهيبة، وعاد إلى الإسلام، وهو الآن من العاملين لنصرة الدين، بس مش عايز أقول إيه المشروع اللي بيقدمه عشان ممكن يعرف بالقرآن، عاد بالوحي لما غير طريقة التفكير. هي دي الخطورة اللي بتعملها الفلسفة المادية. عارفين المصطلح بيسموه بارادايم، اللي هو طريقة تفكير معين، يعني في واحد اللي حتى ظهر المصطلح يقول لك ايه، فكر خارج الصندوق، اهو البارادايم ده هو الصندوق اللي انت بتفكر بيه، فكر براه. التفكير كله اللي يجي يسألك هو عايز يقول لك ايه الدليل ان القرآن حق، هو عايز حاجة اول ما تقولها له مثلا يرتعش ويتكهرب ويسلم، يعني عايز حاجة ايه يحسها فورا الوقت، يطير مثلا نور ينزل من السماء، يعني هو راسم تخيلات. تفهمش بقى ده بسبب الكرتون ولا ده بسبب الفلسفة المادية، يعني ممكن يكون أتفهم من كده، بس ايا كان هو متصور تصور معين عن الآية. يعني لما يقولك ايه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ده رسول عند الله، هو عايز إجابة في سطر في حدث، شعاع مثلا ينزل من السماء حاجة تتحول يبقى كده. لا يا جماعه، اليقين تراكمي، اليقين مجاهده، لان لو ربنا كان جعل الايه اصلا عندنا كده كان اللي مش هيؤمن هينزل عليه العذاب. ما هو اصل لو هي ايه حسيه وانت شفتها وما امنتش، امال حضرتك مستني ايه اللي يحصل بقى بعد كده تاني؟ ما خلاص العذاب ينزل. لكن ربنا اختار ان الامه دي تكون ايتها مش حسيه، عشان كده ذلك ربنا في اكتر من موطن بيسمي القران رحمه،
وهنا أيضا في تكملة الآيات أنه رحمة، من أوجه رحمة القرآن بهذه الأمة أنه لو كان آية حسية والناس ما أمنتش كان نزل عليها العذاب. فبيديهم وقت أنه يفكر ويراجع ويشوف أن الكلام ده موافق لفترته ولا لا، مناسب. لا كنت لسه أقرأ في كتاب براهين وجود الله بتاع سامي عامري، عامل فصل كده عن البراهين اللي من داخل النفس، يعني من جواك، عامل أربع براهين، كل برهان عامل عنه بتاع 70-80 صفحة ولا 100 صفحة. يعني براهين مش مثلا من الكون المنظم ولا القواعد ولا أي حاجة، اللي انت لو مع نفسك توقن أن الله حق، وتكلم عن الفطرة كلام رائع. أول واحد فيها الفطرة، عمل أربع براهين، اختار الأول الفطرة. القرآن بيغذي شيء بداخلك أنت تبحث عنه، يعني في حاجة ناقصة بتفضل تعبيها بالفن، تعبيها بالأوثان، تعبيها بالصور، تعبيها بالتماثيل، تعبيها بالشعر، ما بتتسندش. يعني هذه الفجوة اللي بداخلك ما بتتسندش، يجي الوحي تحس ان انت في حاجة، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لان الانسان اجوف، الجوف ده بيبحث عن الامتلاء، لا يمتلئ الا بالوحي. فالقرآن في حد ذاته دليل على انه حق من غير ادلة من بره، ده غير الادلة التانية، يعني غير، مش عايز ادخل، غير الادله اللي اقيمت على ده. يعني زي مثلا اللي جمع الدكتور اللي هو الاعظمي اللي جمع كل المخطوطات من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لغايه الوقت، واكثر من عدد، واختار سوره الاسراء، وجاب كلمه كلمه، وعلى كل المخطوطات ما فيش ولا كلمه اتغيرت على مدار 1400 سنه. برضه انا مش هتكلم ده، إن القرآن في حد ذاته كاف. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربي. العقلية دي مش عارفة تؤمن بالقرآن، هو محتاج يغير طريقة التفكير، محتاج يغير طريقة البحث. فلذلك كان الرد عليهم، طالما أنتوا بتفكروا كده قل إنما الآيات عند الله. خليك بقى مستني، مش أنت عايز الآية الحسية؟ أولا أنا رسول ولا أملك هذا، هو من عند الله. إنما الآيات عند الله، أي الآيات التي تطلبونها الحسية من عند الله. أنا دوري معاكم، وإنما أنا بصيغة الحصر نذير مبين. أنا دوري لو أنا نجحت في إشعال فتيل الخوف بداخلك لتبحث ستصل، أنا نذير مبين. من أول آية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقي اللي هو بيخاف، إحساس عظمة الكون وانتظام الكون وأسئلة اللي بجواك، إن أنا ليه جيت هنا، التساؤلات دي تدفعك إنك تخاف تعيش حياة عبث، دي كده أنت بتوصل اللحظة دي. لو أنت وقفت عندها ومشيت في الطريق كده أنت بدأت تمشي في الطريق الصح. لكن حياة اللامبالاة والحياة اللي هي عايز مادية صفر، ده مشي في الطريق غلط. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا دوري إن أنا أغير طريقة التفكير معاكم، مش الآيات الحسية، إنما أنا نذير مبين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا كل الأطراف بقى، سواء مشركي مكة أو أهل الكتاب اليهود والنصارى، أولم يكفهم، دي آية الاكتفاء بالوحي، الاستغناء بالوحي. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني ربنا بيقول لهم ده سؤال استنكاري، القرآن كافي، القرآن كفاية. الآية دي بصراحة متعبة قوي، امال القرآن مش كافينا ليه؟ يعني لما هو ربنا بيعاتبهم انتوا ليه مش مكتفين بالقرآن، طب هو احنا ليه مش مكتفين بالقرآن؟ أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ذلك ابن عاشور هنا عمل فصل جميل في مسك كل كلمة في الآية دي وازاي ان فيها دليل على صحة القرآن. يعني في آية يكفيهم وبعدين كلمة يتلى وبعدين عليهم، مزك بعض الكلمات وأشار إليها إزاي بتشير لصحة القرآن. يعني طبعا عشان نضيق وقت الدرس لما يكون في معنى جيد بشير ليه، وانتم إن شاء الله أنا واثق إن انتم هترجعوا له، أنا واثق إن شاء الله. صلوا على النبي. احنا كده تجاوزنا الساعة. طيب أولم يكفيهم أن أنزلنا، خلاص يعني ساعة وخمسة حاضر، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري
ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. الإمام البخاري لما حط الحديث ده حط بعده آية أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. حتى بعض الشراح استغرب إيه علاقة الآية دي بحديث يتغنى بالقرآن، لأن بعض المشهور أن يتغنى أي يحسن صوته بالقرآن، لكن البخاري كان اختار هنا معنى وده مروي عن ابن عيينة أن يستغني به عن غيره، فجاب الآية اللي بترجح اختياره هو. يبقى ليس منا من لم يستغني بالقرآن عن غيره. أيضا ابن حجر عمل شرح ممتع للحديث ده برضو حطوه مع الايه سيف بوست وبقابلني لو قريته، معروف طبعا السيف سيف برضو ايه الريفرنس ده سيف وبقابلني لو رجعت له. فابن حجر جاب كل الاقوال اللي اتقالت في يعني يتغنى واللي قال يعني يستغني. طب يستغني بايه؟ هل يستغني بذكر الامم الماضيه ولا يستغني بالوعد والوعيد؟ وهل في أقوال تانية ولا معناه الملازمة ولا معناه زي مكان الغناء بيساعدهم على تحمل المشقات والسفر وكان هو زادهم يصبح القرآن زادكم، تستبدل أنت تترك الغناء وتأخذ القرآن، تترك طول ملازمة الغناء طوال السفر والطريق وتستصحب القرآن. ده معنى أيضا أشار لي ابن حجر، ذكر معاني منها التحزن وإن كان استنكروا أنه وارد عن الشافعي، معاني كتير ذكرها وفصل فيها بصراحة شرح رائع، يعني خلاصتها أن تستغني بالقرآن عن غيره. يعني إيه طيب أكتفي بالقرآن عشان أخلص عشان أطولت عليكم؟ يعني إيه الاكتفاء بالقرآن؟ يعني ما أقراش حاجة تانية؟ طبعا بكرر تاني لما أقول كلمة القرآن أو الوحي قلت أقصد بها إيه؟ القرآن بتوضيحه من السنة وبفهم السلف. فأنا مش بتكلم بقى أنك إيه تقرأ القرآن ما تقرأش السنة، لا ده اللي عايز يطعن في السنة، مش بتكلم على ده خالص. هتكلم هل ما تقرأش أي أفكار أخرى أو حضارات أخرى ما تقرأش ده؟ يعني إيه الاكتفاء بالوحي؟ طيب خلينا نحط كده ثلاث مراحل أو ثلاث قضايا، كل طريقة كل يعني سهم من دول ليه طريقة الوحي قالك تعامل بيه إزاي. أول حاجة في قضايا، ركز معايا كده، نختم بالتقسيمة الثلاثية دي، هي ممكن ما تكونش شاملة لكن هي محاولة اجتهادية ايه للم الكلام في النقطة دي. أول سهم في قضايا لا تؤخذ إلا من الوحي بجملتها وتفصيلها، في قضايا غيبية على مستوى العقائد على مستوى الأخلاق على مستوى الأحكام لا تؤخذ إلا من الوحي، تكتفي بالوحي في هذه القضايا جملة وتفصيل. خلاص يبقى دي النقطة الأولى. في قسم آخر الوحي حينما تكلم في هذه القضايا لم يتكلم بالتفصيل، الوحي وضع إيه؟ قواعد عامة في بعض المعاملات المالية، في بعض القضايا السياسية، في بعض القضايا الاجتماعية، الوحي وضع إيه؟ قواعد عامة لم يتكلم بالتفصيل، وهذا من إعجاز الوحي. ليه؟ حتى يصلح الوحي لكل زمان ومكان، لأن لو كان سبحان الله لو الوحي كان ألزم في القضايا دي التفاصيل اللي كانت موجودة قبل كده هنيجي ننتقل مع التقلبات المعاصرة دي مش لاقي أدلة من الوحي. لكن الوحي زيك لما تيجي مثلا، عشان هقول لك مثلا نظرة سريعة كده، شوف الكتب اللي بتتكلم في الفقه من خلال الأحاديث، بلوغ المرام مثلا أو أي شرح له، توضيح الأحكام أي شرح له بتاع ابن حجر، أو مثلا المنتقى من الأحاديث وشرحه مثلا نيل الأوتار بتاع الشوكاني، هتجد مجلدات كتير تلات ارباع الاحاديث احكام. ليه؟ لان في الاحكام قصدي الاحكام للعباده هو كله احكام، لكن هتجد ان العباده العبادات باب العبادات عكس كتب الفقه واخد مساحه كبيره في كتب الاحاديث. ليه؟ لان الاحاديث فيها كتير في التفاصيل، في تفاصيل تفاصيل قضايا الصلاه والطهاره والصيام والزكاه والحج وايضا في المعاملات. لكن تجد ان في المعاملات الماليه في احاديث كثير لكن فيها جزء كبير عباره عن قواعد عامه. كان شيخ الاسلام ابن تيميه بيحاول يرجع اصول المعاملات الماليه الحرام مثلا لثلاث اربع قضايا، عشان لما نيجي بعد كده معامله ماليه جديده جايه لنا من الخارج هنطبق عليها القواعد بتاعتها. والله القواعد دي مستوفيه شروط نقبلها، مش مستوفيه شروط نردها. الإسلام لم يشترط تفاصيل معاملات معينة في مثلا في السياسة في الإدارة في الاجتماع في الاقتصاد، لا وضع
غالبا قواعد عامة، وطبعا فيه تفاصيل فيه جزئيات. فيجي لنا مثلا فكرة اقتصادية جديدة نعمل ايه؟ ما نقولش لا دي مش من عندنا نردها، لا نطبق عليها القواعد. القرآن عندنا مهيمن، ها قبل عارف نعمل لها سكان كده، فيها ربا، فيها غرر، فيها ظلم، فيها كذا، الميسر، اصول المعاملات المالية الحرام ندرس، مفيش فيها تكيف المعاملة الفقهية مباحة تدخل عادي خلاص. يبقى في قسم الوحي تكلم فيه ايه؟ في النوم وفي اليقظة، معايا؟ صلوا على النبي. في قسم تكلم فيه الوحي ايه؟ جملة وتفصيل، وفي قسم صلوا على النبي، وفي قسم ايه تكلم فيه ايه؟ مجملا، وفي قسم سكت عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، سكت عن الله سبحانه وتعالى، سكت عن اشياء من غير نسيان. الوحي ما انساهاش، سابها مفتوحه. انت عندك المساحه انك انت تستورد وتبدع وتغير، دي مفتوحه. الخلل بيحصل فين؟ في ان احنا نبدل الاماكن دي، انك انت عايز تحط قواعد ضيقه في منطقه المسكوت عنها، او عايز منطقه الوحي يتكلم فيها تفصيل انا مش عايز تاخد تفاصيل الوحي، او عايز منطقه الوحي يتكلم فيها على مستوى القواعد وانت عايز تدخل فيها التفاصيل. لا، فهم ده هيساعدك انك ايه اللي تقبله وايه اللي ما تقبلوش. كده احنا عملنا اكتفاء بالوحي. ايوه ليه؟ ركز بقى معايا في النقطه دي عشان اختم بيها. القسم الاول ده لو انت عشت معاه فتره ده بيصنع العقليه المسلمه اصلا. يعني القسم الاول الوحي تكلم فيه جمله وتفصيلا، ده اصلا عارف فكره البارادايم، هو ده بيصنع العقليه اللي تخليه بعد كده يعرف يقول على ده صح او ده خطا. لما يعني يسمع فكره معينه يقول لك لا الفكره الاقتصاديه دي فكره تحتقر الانسان وتعظم الماده، لا دي فكره مخالفه اصلا للوحي عندنا، حتى لو مش فاهم التفاصيل لسه، لانه اتصبغ في الوحي، عاش مع الوحي في قضايا معينه، فما اكتفى بيه وامتلأ واصبح ريان من تفاصيل الوحي دي، لما يجي يسمع فكره مستورده يبقى عنده القدره يقبلها ولا لا. اللي هي لا تقدمه بين يدي الله ورسوله، ما تقبلش حاجه الا ما تعرضها على الوحي. دي في منطقه الوحي تكلم فيها جملات وتفصيلا بتردها، دي في منطقه الوحي حط تكلم فيها قواعد، طيب بتطبق قواعد مباحه نقبلها مفيش مشكله. منطقه مسكوت عنها اصلا ومفيش ليها مآلات للحرام بتقبل مفيش فيها مشكله. طبعا هي التقسيمه مش هندسيه بهذه الصوره، الامر اكثر تعقيدا، لكن ده عشان تخيل، لان الناس تسال طب يعني ايه الاكتفاء بالوحي؟ يعني ما نستفيدش؟ لا طبعا تستفيد، وده حصل في عهد عمر بن الخطاب في كتابه الدواوين وفي غير ذلك حصل استفاده. لكن لما كان عندنا اصول، لما الاصول اتكسرت ودخلت العجمه مع انتشار الفتوحات وما عادش فيه اللسان العربي السليم اللي بيتلقى الوحي واحنا مصبوغين بيه، اثر ده على ديننا ودخل بقى الفلسفه واختلطت بعلم الكلام وعمل الاشكاليات العقديه اللي ظهرت اللي حتى بنعيش اثرها حتى الان. ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون. نشرح المره الجايه ان شاء الله كيف هي شهاده الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، كنت شرحت ده بالتفصيل ايضا في سوره الانعام، كيف يشهد الله لنبوه النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك عن طريق اما بالوحي او بان الله ينصره، يقدر اقدار تنصره. اخر حاجه ويستعجلونك بالعذاب اللي جايه ليها ارتباط بقول الله سبحانه وتعالى: لولا انزل عليه ايات من ربه، لان هم كانوا عايزين ايات حسيه، فطلب هذه الايات سبب في استعجال نزول العذاب. نكتفي بهذا القدر، نكمل باذن الله سبحانه وتعالى المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.